وبالعودة لضيفنا القيادي في تحالف الفتى علي الفتلاوي. سيد علي، أهلا بك مرة أخرى. سألتك ما الذي تضمنته تلك الطعون اللي قدمها تحالف الفتح للهيئة القضائية؟ شكرا لك سيدتي، ونعتذر عن الخلل الذي كان من جانبنا. صراحة ما قدم إلى المحكمة الاتحادية من طعون ومن خروقات كانت كثيرة وكبيرة، نعم، وأيضا دلائل وبراهين قد تطيح بعملية النتائج الانتخابية التي ظهرت، وهذه أدلة واضحة من حيث أنه تم قفز الآن ما يقارب 6 إلى 7 مقاعد من خلال فقط الاعتراضات. يعني هذه الاعتراضات فقط، والتي لا زالت المفوضية للأسف تقول بصوت عالي أن المطابقة كانت 100%. إذا كانت مطابقة 100% وأصبح لدينا من 6 إلى 7 كراسي قد أو كراسي قد فازت، والعكس صحيح، أي كراسي قد نزلت، يعني أصبح الفائز خاسرا والخاسر فائزا خلال أيام، والمفوضية تقول التطابق 100%. أكيد اليوم المحكمة الاتحادية سوف تنظر إلى الطعون التي قدمت، والتي نحن على يقين أن ستتخذ إجراء حقيقي لعملية الانتخابات وعملية إجراء الانتخابات وعملية أيضا النتائج التي أفرزتها الانتخاب. لكن هذه ال6 مقاعد أو ال7 اللي ذكرتها حضرتك، يعني الهيئة القضائية حسمت بعض الطعون بمنح الفتح والإطار هذه المقاعد على حساب المستقلين، كيف ترى ذلك؟ سيدتي، إذا كانت هنالك ضغوطات على المفوضية، فأنا أقول من منبرك الكريم تحسن لتلك المفوضية التي يمارس عليها الضغوط. لا، لكن شنو لماذا نقول نحن بعد لقاء الشيخ الخزعلي وقدم الدلائل والبراهين إلى بلاس خارت، مؤتمر الأمم المتحدة طلبت في وقتها 2 يوم، قالت أريد منكم فقط 2 يوم لإعادة النظر في هذه الطعون وفي هذه الأدلة، وفعلا بعدها جاءت النتائج، بحيث من بدا الفرز والعد الحقيقي ظهر هنالك كثير من الاخفاقات التي كانت لدى المفوضيه، والتي كانت تستر عليها تتستر عليها وتخفيها عن جميع المجتمع. لا سيدتي، لا يكون ضغوطات، لكن يجب على المفوضيه ان تعترف باخطائها الجسيمه والمشاكل الكبيره التي اوقعتنا ووقعت بها المفوضيه. طيب، تعتقد يعني حضور بلاس خارت وجلوسها مع قيس الخزعلي وإعطاء تلك المقاعد هي إرضاء لتحالف الفتح؟ أجبتك سيدتي، لكن اليوم مو فقط الفتح يعني ظهر لها 3 مقاعد، الاتحاد الوطني الكردستاني ظهر لها 2 أيضا. طيب، شنو موقف التحالف من إلغاء الانتخابات؟ هل تؤيده جميع أطراف الإطار التنسيقي؟ لا، الاطار التنسيقي قد يختلف ما في هذه الرؤيه، يعني قسم من الاطار التنسيقي يفعل دور الغاء الانتخابات، والقسم الاخر نعم ثابت على اليه العد والفرز اليدوي لكنها غير مكلفه اولا، وثانيا يمكن اجراءها بوقت يسير. طيب، من القسم اللي هو اللي حاصل على اعلى الاصوات اللي مو مع اجراء اعاده الانتخابات؟ يعني هسه كفتح مع العد والفرد. طيب، إعادة الانتخابات أمر ممكن مع الصراع بين القوى السياسية؟ في هذا الوقت صعب. في هذا الوقت صعب، يحتاج إلى دعم مادي كبير، ويحتاج إلى غطاء قانوني أيضا، يعني شرعي، وأيضا غطاء أممي، ويحتاج إلى وقت أيضا للتهيئة وإعادة احتمال حتى القانون يغير. فلذلك أنا أقول في الوقت الحاضر يصعب إعادة الانتخابات، لكن طيب، العد والفرز اليدوي الشامل باستطاعة مجلس القضاء الأعلى وباستطاعة المحكمة الاتحادية أن تعيد النظر في هذا الطلب، وأيضا أن تعطي كلامها الصريح الفصيح بشأن الانتخابات حتى تستطيع أن تخرج العراق من هذا المأزق. لكن المفوضية لها رأي آخر، تقول أنه من غير الممكن إعادة العد والفرز اليدوي لأنه القانون والدستور منحها أنه يكون العد الإلكتروني. سيدتي، الآن المفوضية مدانة، يجب عليها الآن أن تدافع عن المشكلة التي وقعت بها، وتدافع عن المشكلة التي وقعت أدخلت العراق فيها. خلال 10 أيام تكون هنالك 7 مقاعد او 6 مقاعد في قفزه واحده، وهي تقول مطابقه 100%. الان هي امام الشعب العراقي مدانه، وامام 85% من الشعب العراقي مدانه،
وايضا مدانة امام الاطار التنسيقي والكثير من الاخوه السياسيين. كيف راح تكون ردة فعل القوى السياسية الأخرى من مطلبكم بإلغاء الانتخابات؟ يعني يكون اذا فعلا هم رافعين رايه الاصلاح ويحتاجون او يقولون بانه العراق نحن المصلحون ونحن من نطالب بالاصلاح، يجب ان يكون انصاف ويجب ان تطلع الجميع على الحقائق التي كانت تخفيها المفوضيه على العراقيين، والا اليوم ليس الانسان بالفوز فقط، الانسان اذا كنا فائزين اليوم نستطيع ان نشكل، لكن هذه الحكومه ستشكل عرجاء وغير قابلة على الاستمرار لفترة طويلة لأنها بنيت على باطل وبنيت على تزوير، فإذا أكيد العملية السياسية لن تكون طويلة. طيب يعني تتوقع أنه التيار الصدري وتحالف القوى والقوى الكردية أيضا ممكن توافق بإعادة العدو يعني إعادة الانتخابات عذرا؟ إعادة الانتخابات قلت لسيدتي صعبة، الآن صعبة إعادة الانتخابات، لكن احنا في طور إعادة العدو الفرزي اليدوي الشامل. يعني شروط السيد الصدر ممكن تكون السبب بطلب إلغاء الانتخابات. سيدتي الطلبات سيد الصدر يعني اليوم هو يقول أنا الفائز، نعم نعم أنت الفائز سيدنا الكريم، لكن كن أن تنظر إلى الجزء الأكبر من الشيعة وأيضا الجزء الأكبر من الكرد وأيضا الجزء الأكبر من السنة، يعني يوم السنة تقول هنالك خرق في الانتخابات، والكرد يقول هناك خرق في الانتخابات، والشيعه ثلثي الشيعه يقول هناك خرق في الانتخابات، ما معقول اليوم السيد الصدر لانه حصل على هذه المقاعد يكون هو الوحيد الذي يطالب ببقاء المفوضيه، وهو الوحيد الذي يطالب باستمرار الانتخابات، والوحيد احنا ايضا ان راي وكاطار تنسيقي. لكن سيد علي، تحالف الفتح يقول من قبل المتحدث سعد السعدي قدم طلب لإلغاء الانتخابات، وأيضا اليوم باجتماع السيد هادي العامري مع حيدر العبادي أكد أن الطعون اللي قدمها ممكن تلغي قد الانتخابات، تطيح بنتائج الانتخابات. نعم قد تطيح بنتائج الانتخابات واقع عنها. طيب لماذا ترفض العديد من القوى الإطار حل الفصائل؟ حل الفصائل؟ حل الفصائل هذا له كلام آخر سيدتي، اليوم احنا إذا العراق ما يختلف اثنين في العراق وفي كل العالم بأنه الدولة المدنية هي الأفضل، أفضل من الدولة العسكرية. طيب احنا نقول في العراق هنالك استثناءات خاصة، يعني فرضا هل الاحتلال الأمريكي قد خرج من العراق نهائيا ولا عودة؟ هل نعم. خرج الاحتلال التركي من الشمال نهائيا ولا عودة؟ نعم. هل انتهت داعش من العراق نهائيا ولا عودة؟ كلها موجودة، وهذه الوجود مبني وأكيد اليوم مبني عليه فصائل المقاومة. اليوم فصائل المقاومة لا يمكن أن تسلم السلاح ولا يمكن أن تعطي نفسها بهذه السهولة للاحتلال الأمريكي والاحتلال التركي ولداعش اللعين. إذا اليوم شفت ما العراق يكون صافي من هؤلاء الثلاثة نعم سيد علي، الكوادس الجاثمين على صدر العراقيين بلا منازع وبلا نقاش، سوف تكون المقاومة الإسلامية هي حلها الوحيد رمي السلاح والعيش في دولة مدنية كريمة. نعم القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.